بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وياكم، حلقة الأربعاء من برنامج حياتنا. حلقة اليوم إن شاء الله راح نسلط فيها الضوء على الكثير والكثير من المواضيع اللي صارت في دولتنا الحبيبة قطر، ولكن مع بداية هذه الحلقة أحب أرحب بأخوي سلمان، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور وسرور أخوي عبد الله، مسي بالخير على مشاهدي تلفزيون قطر ومتابعينا عبر برنامج حياتنا داخل قطر وخارجها في حلقة يوم الأربعاء. لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم موفق للجميع، فيه العديد والعديد من الأمور اللي راح نناقشها في حلقة اليوم من برنامج حياتنا يا عبد الله. أكيد عندنا الكثير من المواضيع، ولكن خلنا نبدأ وياكم بكأس العالم شوي سلمان، وأيضا كشف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مقرات إقامة معسكرات وتدريبات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي ستنطلق يوم 21 نوفمبر وتختتم في 18 ديسمبر المقبلين. مشاهدي الكرام، أكد الفيفا أن عملية اختيار المعسكرات للمنتخبات المشاركة في البطولة انطلقت في أكتوبر من العام 2019 بتنظيم 162 زيارة تفقدية لاختيار مقرات المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022. يمكن شفنا هذا الخبر عبد الله بتفاصيله في مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا يعني كل منتخب وين المنطقة اللي اختارها. أكيد، ويعني راح نشوف إن شاء الله إن راح يتواجدون معنا المنتخبات، وراح تكون هذه المقرات مقرات مميزة لهم، كل مقر يعني يتميز بأشياء معينة، الملاعب موجودة حذاهم، الفنادق موجودة، الأشياء اللي يحتاجها اللاعب الرياضي متوفرة كلها في هذه الملاعب سلمان. عبد الله أنت خريج من جامعة قطر وأنا خريج من جامعة قطر، منتخب الأرجنتيني راح تكون مقر إقامته جامعة قطر عبد الله. أكيد، جامعة قطر راح توفر تقريبا يمكن أكثر من ملعب للمنتخبات اللي راح تكون موجودة. ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام لموضوع آخر، حيث نظمت وزارة الثقافة ممثلة في الملتقى القطري للمؤلفين حفلا خاصا لتدشين كتاب التعاون الإنمائي دولة قطر أنموذجا الصادر عن المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، والكتاب من تأليف كل من سعادة السفير الدكتور عبد العزيز محمد الحر والدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي. مشاهدي الكرام، تناولت الجلسة محتوى الكتاب والدور الذي لعبته دولة قطر في مساعدة الدول الإسلامية لا سيما الفقيرة منها في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لمعالجة الفقر والجوع ونشر التعليم الجيد والتوسع في خدمات الرعاية الصحية وفي بناء البنية التحتية من طرق وجسور ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطات توفير المياه المأمونة للشرب. هذه الجلسة عبد الله مثل ما ذكر الخبر كانت في الملتقى القطري للمؤلفين. أكيد، يعني نتمنى التوفيق للجميع. شو رأيك سلمان نطلع لموضوع ثاني؟ بس أنا ودي أن تبدأ في هالموضوع. هذا الموضوع عبد الله موضوع مهم للغاية وشفنا له صدى طيب أمانة في الفترة الأخيرة، وهو مشاهدي الكرام تنظيم وزارة العمل بالتعاون مع مركز بداية ورشة عمل تحت عنوان توعية أصحاب العمل بخدمات الوزارة، وذلك في إطار دعمها لهم وتعريفهم بأهم الخطوات والإجراءات المتعلقة بالمشاريع التجارية في دولة قطر وإتاحة فرصة التواصل معهم وتعريفهم أيضا باللوائح والقواعد المنظمة للعمالة بما يحقق مصالح رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الدولة. أكيد، قد استعرض ممثلو الإدارات في وزارة العمل خلال الورشة أبرز المهام التي تقوم بها الوزارة في تنظيم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها لأصحاب المشاريع واللوائح والقواعد التي يجب اتباعها من أجل ضمان سير أعمالهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والتي تشكل نقلة نوعية في تسيير المعاملات المقدمة لأصحاب العمل ورواد الأعمال. عبد الله، من خلال هذا الخبر واللقطات اللي شاهدناها مع المشاهد الكريم، شفنا مدراء الإدارات المختلفة في وزارة العمل، إدارة تفتيش العمل، علاقات العمل، وأيضا إدارة الاستخدام وتواصلهم مع أصحاب الشركات وأصحاب العمل في الدولة، وهذه نقطة إيجابية جدا مشاهدي الكرام تقام بالتعاون مع مركز بداية من أجل بناء جسور للتواصل بين وزارة العمل كونها المسؤول اليوم والجهة الرسمية المسؤولة وأصحاب العمل من جهة أخرى، والجلسات الحوارية
لفهم الطرفين. احنا دائما نقول بان التعاون المشترك بين الجهات الموجوده في دولتنا الحبيبه قطر هي اللي ترتقي بهذا الشيء، وهي اللي تزيد من حماس خصوصا الشباب اللي راح يشاركون في مثل هذه الدورات، الشباب اللي راح يكونون موجودين في هذه الاماكن. ننتقل للبلديه عبد الله. نروح للبلديه، طبعا وياكم مشاهدينا الكرام، نظمت بلديه الدوحه ممثله بقسم الرقابه العامه وفريق التوعيه بالبلديه صباح اليوم الاربعاء لقاء توعويا تحت شعار كن شريكا ولا تكن سببا للتوعيه بقانون النظافه العامه بحضور عدد من مسؤولي وممثلي الشركات العامله بهذا المجال. مشاهدينا الكرام، يهدف هذا اللقاء لتعزيز التوعيه بقانون النظافه رقم 18 لسنه 2017 بما يسهم في تحسين السلوكيات العامه وتعزيز الشعور بالمسؤوليه لدى كافه فئات المجتمع وخاصه الفئه العماليه. وشارك في اللقاء عدد من مسؤولي وممثلي الشركات الخاصه والمؤسسات الصحيه الخاصه. وقد تم ايضا خلال هذا اللقاء عرض فيلم توعوي بمخالفات قانون النظافه. يمكن هذا الخبر عبد الله مكمل الخبر السابق، وفيه لقاء اليوم بين جهه رسميه وايضا ممثلي الشركات من اجل الارتقاء بمجال العمل ولكن بصوره اخرى وبتخصص اخر. اكيد نتمنى دائما التوفيق للجميع في جميع الامور اللي يقومون فيها. وياكم مشاهدينا الكرام ننتقل لموضوع اخر. في تجربه علمية مميزة أجرى قسم البحوث الحيوانية بإدارة البحوث الزراعية اختبار لتجربة بحثية لتسمين الأغنام باستخدام الأعلاف غير التقليدية وهي نبات الصبار. هذا وقد تم تدوين وتسجيل كل البيانات في هذه التجربة وهي الآن قيد التحليل الإحصائي وسوف تخضع للنشر العلمي في إحدى المجلات العلمية الموثوقة والمحكمة. طبعا للحديث أكثر وياكم مشاهدينا الكرام عن الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيدة هدى الدوسري وهي رئيس قسم البحوث الحيوانية في وزارة البلدية. في البداية نرحب فيك ويانا وخلنا نتكلم وتشرحين لنا أكثر عن هذا الاختبار اللي إدخال نبات الصبار في تغذية الأغنام. يا مرحبا فيكم وشكرا لكم متابعة الأخبار البلدية بشكل عام وبشكل خاص قسم البحوث الحيوانية. في الحقيقة هذه تجربة قام فيها القسم في محطة بحوث الإنتاج الحيواني ومقرها الشحانية لعدد من الأغنام على الأغنام العواسي اللي طاوح عمرها من شهرين إلى 3 شهور اللي هي الحملان. فكرنا في أن احنا نختار أو نوجد بديل في حالة شح الأعلاف. معروف أن المشاريع الإنتاج الحيواني اعلى نسبه في تكلفه الانتاج تكلفه المشروع هي الاعلاف حيث انها تقدر ب 70% من تكلفه المشروع. في حال شح الاعلاف او في حال عدم وجود انواع معينه من الاعلاف وفي ظل المتغيرات والازمات اللي تطرا على العالم، خلينا فكرنا في ان احنا نوجد نبات يوجد في البيئه القطريه وممكن ان نستخدمه كعلف يضاف إلى خلطة علفية العادية المستخدمة. وفعلا وجدنا أن اخترنا الصبار وكانت التجربة أعطت نتائج إيجابية حقيقة بعد ما جربناها بالفعل عندنا في المحطة وتوصلنا إلى النتائج. أكيد سيدة هدى، ياليت لو نأخذ تفاصيل أكثر بما يتعلق بالنتائج التي كانت من وراء هذه التجربة وأنتم الآن في مرحلة التحليل، النتائج المتوقعة في ناحية إدخال نبات الصبار في هذه العملية. وجدنا أن لما عملنا المجموعات 3 مجموعات عملنا مجموعة ضابطة اللي هي بدون إضافة علقة الصبار إلى العلقة يعني اللي هي الخلطة العلفية. نعم. واستخدمنا مجموعتين أخريات وضفنا لها نسبة معينة، استبدلنا مثلا عندنا العلف التقليدي اللي هو الرودس استبدلناه وحطينا نسبة معينة من نبات الصبار نسبة 10% وأيضا مجموعة أخرى بنسبة 15%. صراحة كانت النتائج حقيقية واضحة في معدل الوزن، الكسب اليومي، التحويل الغذائي، فعلا فرق بين العليقة العادية وما بين العليقة اللي فيها نسبة الصبار ب 15%. نعم، سيدة هدى، يعني متى راح نشوف هذه النتائج النهائية لهذا الاختبار؟ وين ممكن راح يتم نشر هذه النتائج؟ النتيجة النهائية احنا طبعا خلصنا من الشغل الحقلي وفقط باقي بعض الإحصاءات.
وايضا باقي العمل في التحليل الكيميائي المخبري عشان ندرس جوده اللحم، مدى اكتسابه للماء، مدى حفظه لبعض الخصائص اللي نسميها احنا الفيزيائيه والكيميائيه. ومن بعدها ان شاء الله باذن الله تكتب الورقه العلميه بصيغه بحثيه ونخاطب المجله العلميه. المجله العلميه حتى تنشر الورقه العلميه تحتاج من 6 شهور الى 9 شهور. طبعا احنا في هذه الاثناء نكون احنا ان شاء الله باذن الله اتمينا المشروع البحثي وان شاء الله يرى النور قريبا، يعني اقل من سنه باذن الله ان شاء الله تكون النتائج متوفره وموجوده باذن الله سبحانه وتعالى. واكيد تلفزيون قطر يرحب بكم لنشر هذه النتائج واطلاع المجتمع اكثر بهذه التجربه. سيده هدى الدوسري، وانت رئيس قسم البحوث الحيوانيه في وزاره البلديه، شكرا لك، كنت ضيفه معنا عبر الاتصال الهاتفي. الله يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله. وسلمان يعني تجربة جديدة وإن شاء الله تشوف النور قريب بإذن الله. بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا يعزز دور مشاهدينا الكرام الجانب البحثي اللي موجود في مؤسسات الدولة الحكومية للخروج بحلول أخرى. عبد الله، في حال كان في تفكير بخفض إنتاج معين أو في تكلفة معينة، اليوم الجانب البحثي مهم في كبرى المؤسسات وفي كل المؤسسات من أجل يعني مراجعة بعض الأمور. أكيد، وياكم مشاهدينا الكرام خلونا نطلع لموضوع آخر، حيث في إطار المحافظة على المظهر العام والجميل في البلديات والشوارع، قامت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي بمناقشة المقترح المقدم بشأن وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة ومعرفة الآلية المتبعة في التخلص منها. مشاهدينا الكرام، قد استضافت اللجنة خلال المناقشة السادة المسؤولين من وزارة البلدية لمناقشة المقترحات والآليات. وقبل أن نتحاور مع ضيفنا مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع، راح نشوف معاكم تقرير ولنعود بشكل أكبر. في إطار الحرص على المنظر الجمالي والحضري لمختلف مناطق الدولة، ناقشت اللجنة القانونية في المجلس البلدي المركزي مقترحاً بشأن وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة ومعرفة الآلية المتبعة في التخلص منها. عملية التخلص من السيارات المهملة تتم عادة بعد رفع المركبة ونقلها إلى وحدة تجميع السيارات المهملة في مناطق الحجز، حيث يتم تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة بمنح فترة 6 أشهر، ومن بعدها يتم التصرف فيها من خلال مزاد علني أو عن طريق الشركات المحلية بالتخلص المباشر منها عن طريق تقطيعها والاستفادة من مكوناتها. جهود متواصلة وحملات كثيفة تقوم بها الجهات المختصة في الدولة بهدف الحد من انتشار السيارات والمعدات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، في حين أن إزالتها تكون عن طريق شركات خاصة وبطريقة آمنة وسليمة. مشاهدينا الكرام، للحديث حول هذا الموضوع وهذه الضوابط القانونية والمعايير بشأن السيارات المهملة، يسعدنا أن نستضيف السيد مبارك فريش السالم، وهو عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي. في البداية نرحب فيك ويانا في حياتنا ومساك الله بالخير. مرحبا، الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة. بداية احنا نشكركم أمانة على جهودكم في المجلس البلدي، وخصوصا إذا بنتكلم عن اللجنة القانونية بهذا المجلس. اليوم يهمنا أن السادة المشاهدين يتعرفون بشكل أوسع على المقترح المقدم بوضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة. طبعا في بداية الموضوع احنا نشكر الإخوان القائمين على إزالة السيارات المهملة في لجنة مشكلة، الجماعة جدا مش مقصرين وقائمين بجهود جبارة عشان التخلص من السيارات المهملة، ولكن المقترح اللي مقدمينه راح يساهم إن شاء الله ويحد، احنا نشوف من وجهه نظرنا راح يحد ان شاء الله من عدد السيارات هذا، وبيكون في نوعا ما يعني ممكن يعني اسهل واسرع في التخلص من السيارات هذه ان شاء الله. نعم، يعني اكيد حاليا في اليه متبعه للتخلص من السيارات المهمله، خلينا نتكلم عن الاليه اللي موجوده حاليا وشنو هي الاليه الجديده اللي انتم اقترحتوها. صحيح، الاليه المتبعه حاليا الاخوان في وزاره البلديه بالتعاون مع الاخوان في وزاره الداخليه والاخويه، طبعا المفتش يطلع ويحط الاستيكر على السياره ويتم الفتره القانونيه للسيارات هذه، وبعد كذا ترفع السيارات وتنحط في المكان المخصص لها، وممكن لصاحب السياره خلال الفتره القانونيه ممكن يسترجع السياره بكل اريحيه. احنا المقترح مالنا
تقريبا نفس الكلام ولكن يكون بشكل إلكتروني أكثر. يعني اليوم السيارات هذه كلها لها داتا في وزارة الداخلية في المرور موجودة، ليش ما يكون في تنسيق معين أن مجرد أن أنا بسجل سيارة جديدة أو أن أنا راح أجدد سيارتي الحالية أو بشتري سيارة جديدة يبين أن مبارك عنده سيارة لحد الآن ما جددت معناها مهملة، إذا أنا أبغيها يعني يعطوني فترة سماح، إذا أنا ما أبغيها أوديها للمكان المخصص لها وخلاص تلغى، وبيكون وفرنا المفتش، وفرنا السيارات اللي ترفع، وفرنا الجهد، وفرنا المال، ويكون في توعية أكثر. يعني الشخص اللي بيعرف أن عنده سيارة مهملة لازم أنه ينتهي منها بشكل قانوني، عفوا يعني ما يرميها في مكان يقول والله البلدية بتشيلها، لا بيكون حتى بشكل نظامي، وحتى فيها توعية من جانب أمني، لربما واحد يروح يأخذها يسوي فيها جريمة، لحد ما يثبت العكس راح تضيع وقت طويل والجهات القضائية بتشتغل، بيكون في جهد وتعب عليهم يعني. أكيد. لكن اليوم سيد مبارك لو تسمح لي احنا بنعرف السادة المشاهدين أكثر بدوركم أنتم في المجلس البلدي بما يتعلق برفع هذه التوصيات والمقترحات والتنسيق مع الجهة المعنية وهي وزارة البلدية. احنا يعني طبعا اجتمعنا مع الجهات الاختصاص وقعدنا معهم وشرحنا لهم وجهة النظر وفعلا كان في توافق كبير. طبعا بعد هم الاخوان يعني عندهم قوانين وأنظمة تنظم عملهم، ما يقدر احنا معاهم تكون يد، احنا مو بجهة يعني مثل ما اقول نتصيد اخطائهم، وما عندهم اخطاء، ولكن بالقدر الكبير نحن في تعاون قدمنا المقترحات نرفعها لسعادة الوزير، واكيد راح تدرس من الجوانب القانونية من جوانب إذا فعلا مقترحاتنا تطبق أكيد أن الأخوان ما راح يقصرون يعني راح تطبق، إذا طبعا أكيد الأنظمة القانونية تحكم التوصيات هذه كلها. نعم. لو نتكلم عن المقترح، أكيد المقترح هذا راح يعود بالنفع للدولة وأيضا للشخص اللي ممكن مهمل سيارته، فخلنا نتكلم عن الفوائد اللي راح تكون موجودة للدولة أو للشخص نفسه. يعني مثلا الفوائد، إحنا كلنا نعاني من موضوع المواقف اليوم. أنت حتى في الفرجان بتروح تزور واحد أو بتروح جمعية أو بتروح مركز صحي بتلاقي سيارة مغبرة واقفة. صح. يعني فترة طويلة هاي المواقف، الشيء الثاني من جانب بيئي، السيارة اللي تتم فترة كبيرة مهملة الجانب البيئي جدا مهم، من جانب أمني يعني اليوم بكرة واحد ياخذ السيارة هذه يسوي فيها جريمة أو يسوي فيها مشكلة بتشغل الجهات، بتشغل المحاكم، جهاز الشرطة، بتشغل كثير من الجهات، يعني الفوائد كبيرة. هنا نحاول نوعي الناس أن فعلا أن السيارة هذه المهملة بكرة لو لا سمح الله حد سوى فيها أي مشكلة أنت راح تحاسب وراح تعطل كثير لحد ما يثبت أن أنت مش المعني في ال... لا إحنا إن شاء الله يعني. وبعدين الجانب الأهم تشويه المنظر العام. طيب. للمنطقة بشكل عام. اليوم سيد مبارك يعني بالنسبة للجنة القانونية بالمجلس البلدي كيف تولدت هذه الفكرة وكيف تم النقاش من أجل الوصول إلى هذا الحل اللي تم النقاش فيه مع الأخوان في وزارة البلدية؟ احنا تدرون كأعضاء مجلس بلدي توصلنا ملاحظات من الأهالي بشكل عام، يعني وصلتني أنا ملاحظة من ملاحظات أن واحدة يعني كان زوجها متوفي وهي يعني قاعدة في البيت ويو الأخوان في البلدية بحكم عملهم الدوري حطوا استكر على السيارة وتمت المرة ما تطلع من البيت قاعدة ما عرفت، تمت فترة طويلة كذا إلا تفاجأت أن السيارة يو شلوها، ما كان عندها علم بشكل كبير جدا عن أن فعلا البلدية جات المرة قاعدة في البيت كم الفترة 3 شهور أو شيء، تفاجأت أنه فعلا يو شلوا السيارة، يعني كانت مبعرفة. هني عقب احنا بحثنا شفنا أن الآلية تحتاج شوية الجانب الإلكتروني أكثر، يعني الداتا موجودة، ممكن أنا اليوم يجيني مسج سواء من الداخلية أو من البلدية أن عندك سيارة مهملة كذا راح تحرك. في بعض الأخوان يكونون مسافرين، بعض الأخوان يمكن مريض، يمكن بعض الأخوان ينتظر قطع غيار حق السيارة وحطها في طرف البيت ما يدري، حطوا عليها لزقة يمكن ما يمر من الجهة ذي بعد فترة يو شلوها. احنا نحاول نحرك الجانب التقني شويه انه يكون في رسائل او تكون في مسجات يعني. لكن الاهم هو يعني التكامل في الدور سيد مبارك، وهذا اللي اكدت عليه بينكم وبين وزاره البلديه، انتم كجهه اليوم مشكورين ترفعون هذه التوصيات والمقترحات. صحيح. بناء على وقائع وبناء على امور توصلكم، ولكن التكامل هو الاهم مع الاخوان في وزاره. صحيح. البلديه للامانه كلمه حق، يعني سعاده الوزير البلديه جدا متفهم لتوصيات المجلس البلدي وحتى مخصص يعني إدارة معنية كاملة، شخص معني يتابع توصيات المجلس بشكل دوري، يعني للأمانة في تعاون كبير بينه وبين وزارة البلدية وسعادة الوزير شخصيا. نعم. أكيد في يمكن بعض البرامج اللي تقومون فيها للتوعية، يعني توعية المجتمع، توعية الناس الموجودين بخصوص هذه الأمور، مثلا ينسون بعض الأشياء، ينسون السيارات، فشلون تشوفون تفاعل الناس معاكم من خلال التوعية اللي أنتم تقومون فيها؟
والله الأمانة الحمد لله يعني الشعب القطري دائما من مقيمين ومن مواطنين الحمد لله ثقافة جدا عالية، وإحنا بزياراتنا المستمرة للمجالس للبيوت للقعدات العادية دائما الكلام يدور في النهاش عندكم اليوم شنو مواضيعكم شنو نزل، وما شاء الله تويتر والمواقع هذه ما شاء الله يعني جدا غنية بالمواضيع اللي إحنا ننزلها ويصير فيها في تواصل بيننا وبين الأهالي. أكيد سيد مبارك، اليوم ختاما في هذا اللقاء انتم مشكورين امانه، واللي وضحته كونك رئيس اللجنه القانونيه في المجلس البلدي، موضوع التواصل مع الاهالي، موضوع الشكاوى المقترحات، هذه الامور اللي يتم النقاش فيها في المجلس. اليوم لنفترض انا مواطن وحاب ان انا اتواصل معاكم في شغله معينه، كيف هي اليه التواصل والسهوله في التواصل معاكم في المجلس البلدي من اجل مناقشه ما يمر في اليوم العادي؟ طبعاً عندنا خط تليفون موجود 24 ساعة، تواصل إلكتروني، أرقام الأعضاء موجودة للكل. معظم الطلبات اللي تصير كلها طلبات من شكاوي الناس، ترى معظمها، والخط الساخن موجود عنده. عندنا لجنة معنية، لجنة الشكاوي في المجلس البلدي، اختصاصها أي شكوى تأتي من المواطنين، بس تكون يعني في إطار اختصاص المجلس البلدي اللي هي 28 اختصاص، ونشتغلها حتى لو كان بعيد عن الاختصاص. ممكن العضو يروح بشكل ودي ويحاول انه يسهل الموضوع باللي يقدر عليه، ولكن اذا كان ناخذها بشكل قانوني 28 اختصاص، اذا الموضوع فعلا من ضمنها تاكد 100% راح نتجاوب معاه وراح نتابع لين ما نحل المشكله. وهذه الاختصاصات الجمهور ممكن يتعرف عليها من خلال الموقع الالكتروني موجوده. نعم اكيد، كل الشكر لك طبعا سيد مبارك فريش السالم، وانت عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنه القانونيه بالمجلس البلدي، شكرا لك وموفقين ان شاء الله في كل شيء تقومون فيه. جزاكم الله خير ومشكورين على التغطيه وما قصرتوا. جزاكم على القوه امانه على جهودكم وعلى اهتمامكم بما يطلبه المواطن. مشاهدينا الكرام، امانه نشكر الاخوان في المجلس البلدي، وايضا نشكر التواصل المستمر بين كل جهات الدولة من أجل الوصول إلى مصلحة المواطن. عبد الله أكيد يعطيهم العافية، وكلنا نكمل بعض في النهاية، المواطن أو المقيم أو المجلس البلدي أو يعني كل الشركات الموجودة هي تكمل بعض. وإياكم مشاهدينا الكرام نطلع فاصل، سلمان نطلع فاصل ونواصل إن شاء الله. مشاهدي الكرام، مع عودة لكم من جديد في حلقة اليوم من برنامج حياتنا، وأكيد نرحب بكل من انضم لمتابعتنا. مشاهدينا موضوعنا الآن موضوع مهم للغاية، مشاهدينا بهدف المساعدة من الحد في الارتفاع الملحوظ بنسب الطلاق وتلافي الكثير من المسببات، وذلك من خلال إعداد الأزواج للتعامل بالشكل المناسب مع المشاكل التي قد تظهر في سنوات الزواج الأولى. دعا معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلى فرض برامج تأهيل المقبلين على الزواج في الدولة. طبعا تأتي مشاهدينا الكرام هذه البرامج لتأهيل المقبلين على الزواج ومساعدتهم للتعامل بالشكل المناسب مع المشاكل التي قد تظهر في سنوات الزواج الأولى. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة شريفة العمادي، وهي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. في البداية نرحب فيك ويانا، ويا هلا ومرحبا فيك. مرحبا فيكم، أهلا وسهلا، سعيدة جدا وجودي معكم في هالبرنامج الناجح. الله يعطيك الصحة والعافية دكتورة. دكتورة بداية يعني اسمحي لنا نبدأ بهذا المحور، موضوع الدورات المقبلين على الزواج أو الدورات التأهيلية للزواج. يعني الكثير من سنوات طويلة الكثير من الأصوات التي كانت تنادي بفرض هذه الدورات قبل الزواج، والبعض كان يرى الجانب الآخر أو الرأي المقابل. خلينا نتكلم في هذا الموضوع قبل أن ندخل في تفاصيل محاورنا. طبعا مهم جدا وسؤال مهم أخوي سلمان في بداية اللقاء. ليش؟ لأنه مثل ما قلت في مطالبات كثيرة بإجبارية برامج المقبلين على الزواج. برامج المقبلين على الزواج تتم في قطر من خلال جهتين حتى قدموها، وفي كثير وأعداد كبيرة خذت هذا البرنامج. في ناس الطالب فيه يكون إجباري، وفي ناس يشوفون أن الحياة الزوجية والحياة الاجتماعية احنا نتعلمها ونكتسبها بالنمذجة من أسرنا وإلى آخره. ولكن معهد الدوحة الدولي للأسرة اليوم جاء على أساس أنه يقول أهمية هذا البرنامج من خلال الدراسات، لأن معهد الدوحة الدولي للأسرة يقوم بعمل دراسات
ليكتشف ما هي السياسات التي تساعد على التماسك الأسري. فبالتالي درسنا مشاكل الطلاق ودرسنا أسبابها ودرسنا مع الحالات، درسنا الحالات نفسها ودرسنا حتى البرامج التي تقدم لهم من خلال المؤسسات التي تقدم، واكتشفنا أن هذه البرامج حاليا مهمة جدا ويجب أن تكون إجبارية. وأعطيك مثال، مثلا في دراسة يمكن مؤسسة راف قبل كانت يسوون برامج المقبلين على الزواج، وحتى كانوا يقدمون للمتزوجين يمكن مبلغ مالي. دراسة قامت بها جامعة قطر، يمكن الدكتور شافي الهاجري حتى استضفتوه أكثر مرة، ذكر لكم أيضا يعني نقطة مهمة أنه من 5000 حالة اللي يعني دخلوا هذا البرنامج فقط اللي طلقوا 3 حالات. في مقابل لاحظ أنه لما نسأل عن الحالات اللي فيها طلاق والأسباب اللي هي بسيطة ممكن تنحل يكونون ما حضروا هذه البرامج. لذلك من خلال الدراسات، من خلال تجارب الآخرين، تجارب الدول، يمكن إحنا في المؤتمر الأخير اللي سويناه عن الزواج جبنا تجربة ماليزيا، وملكة ماليزيا هي نفسها المهتمة بهذا البرنامج حضرت وتحدثت عن هذا البرنامج وكيف أنه نزل نسبة الطلاق عند المسلمين وغير المسلمين في ماليزيا عندما حضروا هذا البرنامج. إذن نحن محتاجين هذه البرامج، ولكن اليوم نحن نطالب بهذه البرامج لأن الدراسات أثبتت أن فعلا هذه البرامج مهمة وممكن تقلل من نسب الطلاق. يعني احنا ممكن الفترة الأخيرة في إحصائيات طلعت بأن يعني نسب الطلاق زادت بشكل كبير، هل يعني نقدر نقول أن معظم الناس اللي تعرضوا للطلاق هم ما أخذوا هذه الدورات، دورات المقبلين على الزواج؟ احنا من خلال طبعا مركز الاستشارات العائلية وفاق نجلس معاهم ونتكلم ونسوي الدراسات اللي هي مو دائما حتى نطلع أرقام معينة، نلاحظ أنه تكون أسباب الطلاق عند هذه الأشياء بسيطة لو كانوا حضروا البرنامج ما كانت صارت. أعطيك مثال، مثلا اليوم في برنامج المقبلين على الزواج نوضح للرجل سيكولوجية المرأة ونوضح للمرأة سيكولوجية الرجل. من الحالات أنا كمعالجة أسرية من الحالات اللي كنت أشوفها الطلاق في خصوصا في 5 سنوات الأولى إنه والله زوجتي بعد كم شهر تغيرت علي، صارت عصبية، صارت توتر، ما أقدر أنا أكلمها في أي شيء، كل شيء ترفضه، كلها نايمة، ما تسمع كلام، وبيبدأ يضغط عليها فتصير مشاكل وتبدأ هنا يطالبون بالطلاق. والمشكلة فقط لو فهم الرجل أن في الأشهر الأولى من حمل المرأة وخصوصا أول حمل نفسية المرأة تكون غير طبيعية، في هرمونات وفي لخبطة هرمونات، لو تعامل معها بطريقة ثانية ما تكون هذه الشخصية. هذه المعلومة وين يأخذونها؟ في برامج المقبلين على الزواج. طيب إلى جانب هذه المعلومة وإلى جانب مثل ما أشرتي فهم السيكولوجيات المختلفة للمرأة والرجل، شنو المحتوى اللي موجود في هذه البرامج الخاصة بتأهيل المقبلين على الزواج يجعل بالفعل هي حل لنسب الطلاق المرتفعة اللي نشهدها اليوم بالأرقام والإحصائيات؟ احنا ممكن في البداية خليني قبل أتكلم عن المحتوى خليني أتكلم عن أسباب الطلاق. احنا عندنا دراسة مع الدوحة الدولي للأسرة على مستوى المجتمع العربي، يعني 22 دولة، وسوينا دراسة مع جامعة الدول العربية، حطينا كل الدول العربية شنو أسباب الطلاق في 5 سنوات الأولى، خصوصاً إحنا عندنا دراسة أثبتت إنه 5 سنوات الأولى هي اللي تزيد فيها نسبة الطلاق في الدول العربية. في الأول درسنا الأسباب، الأسباب يعني من أكثر الأسباب هو عدم التفاهم، عدم ما في حوار ونقاش، ما في اتفاق على الأهداف، عدم تحمل المسؤولية، وهذه الرقم يعني عالي عندنا إنه المرأة ما تعرف دورها والرجل ما يعرف دورها. طيب إذا وين دور اللي إحنا مثلا الأجيال اللي قبل نقول إحنا مثلا الأسرة كنا نشوف النموذج الأم الأب، في عندنا في مناهج دراسية اليوم قاعدين نطالب ترجع تدوير المنزلي على الأقل،
أنا ما أقول إنه التدريب المنزلي والأشياء اللي كنا نأخذها إحنا كنساء والرجال كانوا يأخذون بعض البرامج أيضا الشبابية، أنا أقول ليش ما نبدأ يكون في منهج اسمه العلاقات الأسرية من الطفولة. حلو إن الطفل يعرف شنو كذكر شنو دوره والبنت شنو دورها، شلون اليوم شنو دور الأخو مقابل أخته، يعني لأخته أخت شلون تتعامل مع أخوها، شنو واجباتها، شنو حقوقها، إيش اللي لازم يسوي من الطفولة. هذه البرامج تعلم المسؤولية. يمكن إحنا تربينا مثلا اليوم أنت روحي جيبي قلاص الماء حق أخوك، ولو أن في ناس ترفض الفكرة هذه، وهذه هي العلاقات الحميمية الحلوة اللي بين أفراد الأسرة. على أساس أنا كانت يعني أمهاتنا يقولون روح جيب قلاص الماي بشكل حلو حق أخوك، باكر شو بتسوين بيت زوجك. هذه الكلمات إحنا ما صرنا نكررها لبناتنا، ما صرنا مركزين على الدراسة، على نتائجهم، شنو تخصصها، شنو الوظيفة، مظاهر الأخرى للحياة، الخادمة تسوي لهم كل شيء، الأم تسوي لهم كل شيء، الأب يسوي لهم كل شيء، يعتقدون أن هذه هي التربية. هذه رعاية مش تربية. التربية تحتاج أن أنت تخلي الطفل هو يقوم بالدور عشان يكبر ويتحمل هذا المسؤولية يقومون. فكل هذه المواضيع اللي ذكرتها من المشاكل أسباب الطلاق والأشياء اللي ناقصة عندنا وما قاعد نقدمها لأطفالنا هي تقدم في برامج المقبلين على الزواج. نعم. فبتلاقي الجانب الديني، يوم محور ديني، محور نفسي، محور اجتماعي، محور اقتصادي، وإحنا لاحظوا أن الجانب الاقتصادي مشكلة كبيرة أيضاً لأسباب الطلاق. لو فكرنا أن في دول أخرى، دول اللي هي عندها مشاكل اقتصادية، راح نلاقي غلاء المعيشة والمشاكل وكذا، ولكن إحنا عندنا القروض والإسراف وكذا. نعم. فأنت لما تفهم البنت اليوم أن أنت تبدين حياتك لأنك تبين كل شيء يتوفر لك، تبدين حياتك بقروض، هي بتسبب لك مشاكل بعدين على الجانب الآخر، حتى الشاب مثلا بالضبط. نعم. فما راح تطلب هذه المتطلبات، وفي نفس الوقت الشاب مثل ما ذكرت انه بيفهم هالنقطة، فكل هذا يقدم. طبعا احنا بناء على هالدراسات ما ودراسة على مستوى الدول العربية، طبعا يعني جامعة الدول العربية هم المتبنين الفكرة، راح تشكل لجان على مستوى الدول العربية على أساس ان يعني نبني أن نسوي برامج. نعم. للمقبلين على الزواج تتناسب مع المشاكل الحالية الموجودة، مش المشاكل القديمة أو أفكار قديمة. أو يمكن من أهم الأسباب اللي أنا صراحة أشوفها حالياً مبع بنسبة الطلاق، بنسبة عزوف الشباب عن الزواج، اللي هي مثل ما ذكرت الجانب الاقتصادي. فإذا الواحد ما دخل ياخذ مثل هذه الدورات، ما راح يفهم شلون ممكن انه يدير العرس بسعر معين، المهر بسعر معين. فهذه الاشياء كلها ممكن تاثر، وبعدين اذا واحد خذ له قرض بعد الزواج يكون عليه عبء كبير انه هو يسدد هذا القرض، فيتجهون لموضوع الطلاق. فيعني هاي جانب ترى وايد مهم جدا ان الواحد يعرف شلون ممكن يدير الجانب المالي في حياته الزوجيه. توقعت اخوي عبد الله تسالني هالسؤال كونك مش متزوج بس مقبل على الزواج ان شاء الله. ان شاء الله. هذه نقطه مهمه، ويمكن للمقبلين على الزواج في يعني اللي خاطب واللي بيملك يسوون لهم برنامج. انا اتمنى، لا يعني نقطتك وايد مهمه، اتمنى انه احنا في الثانويه العامه يكون برنامج المقبلين على الزواج من المناهج. عشان شي اقول ان هي تكون اجباريه، بعد تكون اجباريه فتره الخطوبه والملكه، نذكرهم في خلال اسبوع بالبرامج هذه. هني احنا ندرب البنت والولد في خلال هالبرامج اللي هي في المناهج الدراسيه شلون انه احنا نبني حياه، ونبني حياه زوجيه مش حياه معتمدة على المادة، أنت إيش بتعطيني، أنت إيش بتسوي لي إلى آخره. يمكن حتى الدولة وفرت كثير من الأشياء، يعني حتى قاعات الزواج والحمد لله خففت على الرجال أيضا أنه مصاريف كثيرة للقاعات، ولكن النساء لا زالوا حفلات النساء ما يستخدمون هذه القاعات. إحنا محتاجين إلى توعية،
محتاجين إلى برامج. لا هذه القاعات ليش ما ليش لازم فندق؟ ليش مش هذه القاعات وهي مجهزة بكل التجهيزات؟ ليش لازم الآن؟ أنا متأكدة وأنا شفتها يعني لاحظتها، ويمكن لازم نسوي دراسة عليها بعد. نقطة مهمة أن بعد مشكلة كورونا صاروا البنات يطالبون بعرس صغير، ما يبون العرس الكبيرة، وهذا شيء وايد زين. الحمد لله. يعني الحمد لله. فيعني أنت مقبل على شيء حلو إن شاء الله يا أستاذ عبد الله. دكتورة، لعلنا نختم في هذا المحور. أمانة موضوع جدا مهم ويهم شريحة كبيرة في المجتمع، والكل مسؤول أمانة، سواء كان متزوج ولي أمر أو حتى مقبل ومقبلة على الزواج. لكن اليوم مع الانفتاح الموجود وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي، وين دورها اليوم في عمليتين؟ عملية التهيئة أو التأهيل في للزواج، والمنشورات التي تنشر من قبلكم في معهد الدوحة لدراسات أو حتى في عدد كبير من الجهات، والجانب الآخر وهو الجانب السلبي اللي ممكن يؤدي إلى عملية الطلاق والعياذ بالله. نقطة مهمة يعني ذكرتها، أنا كنت بقول أول شيء السلبي بعد الإيجابي، ونقطة مهمة للجمهور إنه يسمعونها، إن اليوم أنتوا قاعدين تشوفون سوشيال ميديا وناس يطلعون في فاشينيستات وإلى آخره، إن ميك اب كامل وحياة حلوة وأنا وزوجي كلها في مطاعم وكذا، ترى هم عندهم حياة ثانية، يتهاوشون، عندهم مشاكل، أشكالهم مش كذي في البيت، مو كل حياتهم مطاعم وطلعات، وهالمطاعم ترى مدفوعة لهم، يعني مش مثل زوجك أنت مش مدفوع للمطعم. فهذه الأمور هي غير واقعية، وهذه المشكلة إنه إحنا صرنا نشوف نفكر هو هذا الواقع، هو هذه الحياة. فلما أجي أتزوج أقول ليش أنا ما يسوون لي هذا الشيء وأنا غيري مثلاً قاعد يسويه؟ فهذه هاي النقطة السلبية اللي قاعد تطلعها لنا السوشيال ميديا. النقطة الإيجابية فعلاً لازم إحنا نكون كلنا نتكاتف كمجتمع. اليوم المعهد الدوحة بروحة يطلع في السوشيال ميديا، عندنا إحنا مواقعنا وإلى آخره ونظهر فيها، ولكن حتى مش المجتمع شيء مش ملفت وشيء مش يسبب يعني مشكلة أو شيء سلبي أو شيء يعني بروبوغندا، ممكن ما يسوون له حتى ريتويت ولا يعلقون عليه ولا كذا. هذه المواضيع مهمة. اليوم أنت يعني إذا مقتنع أخوي سلمان وأخوي عبد الله إنه فكرة برنامج المقبلين على الزواج شيء مفيد للمجتمع يقلل نسبة الطلاق، إذا أنت تابعت هالموضوع ونشرته أنت أصلاً بتأخذ أجر عليه. نعم. فإحنا لو نفكر بهذه الطريقة أعتقد إنه هاي بيساعدنا أيضاً. بإذن الله. الله يعطيك العافية. طبعاً دكتورة شريفة العمادي، وأنت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، شكراً جزيلاً لك، وإن شاء الله يعني اللقاء الجاي معنا نكون خلينا خطوة. إن شاء الله تكون خاطب على الأقل، ها، ما بقول متزوج عشان بجيكم يعني على طول. إن شاء الله. الصحة والعافية دكتورة شريفة، أنت وكل فريق العمل اللي يعمل في المعهد على نشر مثل هذه القيم، وحرصكم على أن الأعداد هذه اللي موجودة إن شاء الله تقل وتختفي. إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية. شكرا. الله يعطيك العافية. وياكم مشاهدينا الكرام طبعا شكر موصول للدكتورة شريفة، وننتقل وياكم لموضوع آخر، حيث نظمت قطر الخيرية بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ممثلة بإدارة استراتيجية التطوع ورشة تعريفية للمتطوعين في الفعاليات المصاحبة لكأس العالم فيفا قطر 2022، حيث شارك في الورشة أكثر من 80 متطوع. مشاهدي الكرام، تهدف الورش التعريفية لاستقطاب أكبر عدد من المتطوعين ليكونوا ضمن 20,000 متطوع من داخل وخارج الدولة. مشاهدينا الكرام، قبل يعني أن نسترسل معاكم حول هذا الموضوع، خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع مع ضيفنا. بهدف استقطاب أكبر عدد من المتطوعين ضمن 20,000 متطوع من داخل وخارج قطر، وللتأكيد على دورهم في إنجاح بطولة كأس العالم، نظمت قطر الخيرية واللجنة العليا للمشاريع والإرث ممثلة بإدارة استراتيجية التطوع ورشة تعريفية للمتطوعين في الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ضمن سلسلة ورش أخرى تعقد خلال الأسابيع المقبلة. هذه الورش التعريفية تسلط الضوء على مجالات التطوع خلال المونديال، مع وجود أكثر من 40 دوراً مختلفاً لهم أثناء البطولة.
قطر الخيرية تؤمن بلا شك بأهمية تضافر الجهود وتوظيف القدرات في تنفيذ مشاريعها وبرامجها، وتفرد مساحات واسعة لإشراك المتطوعين من كل فئات المجتمع لا سيما الشباب للاستفادة من قدراتهم وتدريبهم على العمل الخدمي، وجعل التطوع ثقافة مجتمعية لتحقيق الأهداف السامية. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو سيد صلاح محمد المحمود، وهو عضو لجنة استقطاب المتطوعين في قطر الخيرية. مسي عليك بالخير بداية أخوي صلاح، وسعداء بتواجدك في حياتنا. الله يمسيكم بالنور والسعادة أخوي سلمان أخوي عبد الله، يا مرحبا فيكم ومشكورين على الاستضافة. العفو أخي صلاح، يعني أكيد شفنا في هذا التقرير وتكلمنا عن الورشة اللي قمتوا فيها طبعا بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لاستقطاب المتطوعين، فكلمنا عن هذه الورشة اللي نظمتوها. طبعا في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا اللجنة العليا للمشاريع والإرث الفترة الماضية قامت بالعديد من الورش التعريفية مع المنظمات والهيئات والمراكز اللي تعي بالعمل التطوعي في دولة قطر خلال الفترة الماضية. وقطر الخيرية كانت لها النصيب في أن الإخوان في لجنة الإرث أنهم يحضرون. الجميل في الحضور، أنا أحب دائما أقولها بشكل أخوي للناس، القائمين على الورشة متطوعين لإيصال الشغف الموجود فيهم للمتطوع بحد ذاته، فهذا شيء جميل. أنا لما حضرت الورشة لما كانوا موجودين توقعت أن المتطوع اللي قدامي أو الشخص المتكلم مش متطوع، حسبت هذا موظف ماخذ الكلام وحافظه وجاي فقاعد يتكلم، فكان لكن طريقة إلقاء للطرح والشغف اللي موجود فيه لإيصال المعلومة كان جميل جدا. ليش؟ لأنه قاعد يتكلم على واقع هو عايشه، فقاعد يتكلم ويوصل للمتطوع بتفاصيل العمل اللي مطلوب من المتطوعين خلال الفترة القادمة للبطولة اللي احنا داخلين عليها. يعني هذا أمر إيجابي أمانة، أن الشخص اللي يتكلم يكون مار بنفس التجربة وما زال يعيش هذه التجربة لإيصال المعلومة بشكل ميسر بطريقة أكبر. لكن اليوم أنا والمشاهد الكريم يهمنا أن احنا نعرف تفاصيل أكثر عن المادة المطروحة خلال هذه الورشة اللي تم تنظيمها. طبعا الماده هي تتكلم، انت تتكلم على بطوله، خلينا نتكلم بشكل يعني اوسع، انت بطوله اول مره في دوله عربيه، اول مره في دوله مسلمه، في دوله قطر، فالمجالات عديده ومختلفه. احنا كنا نشوف في البطولات في التلفاز في بطولات العالم اللي صارت في الدول الاجنبيه، كنا نطالع الجمهور لما كان يوصل، كنا نشوف الجمهور لما يوصل الملعب، نشوف الجمهور وهو يتمشى، نشوف الجمهور وهو يركب الباصات ويتنقل، هذه كلها وظائف يقومون عليها أشخاص، فالدولة تحتاج إلى هؤلاء الأشخاص. فأنا أقول دائما الأعمال المطلوبة من المتطوعين، دائما المتطوع يسأل يقول أنا وين بكون أو شو المطلوب من عندي، أنا يمكن أكون دكتور في مجالي أو أنا أكون مهندس في مجالي، لكن العمل التطوعي ترى ما أحتاج تخصص، أحتاج الشغف اللي موجود فيه. فهذا الجميل في القادم من العمل في الإخوان في الإرث، قاعدين يستكشفون المتطوعين وقاعدين يعطونهم المجالات الموجودة، سواء كان في استقبال الضيوف اللي جاي من برا، من جمهور ومن لاعبين كذلك. نعم. وداخل الملاعب ومحيط الملعب كذلك. نعم. فالعمل بيكون جميل، فسواء كان في المجال الإعلامي، في المجال الطبي، في المجال في الاستقبال، في الضيافة، في التنظيم، مجالات عديدة ومختلفة. أتوقع أن اللجنة حاطة مجالات متعددة، أتوقع أن كل متطوع يقدر يحصل مجال اللي هو حب. يعني تقريباً أكثر من 20,000 متطوع راح يكون موجود في بطولة كأس العالم، ومن داخل قطر، وأيضاً ناس راح يجونا من خارج قطر كمتطوعين. فيعني خلنا نتكلم عن التعاون، دائماً يكون في تعاون بين قطر الخيرية وبين جهات كثيرة، فأنتوا حالياً متعاونين مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم، فهذا التعاون يدل على شنو بالنسبة لك؟ شوف يا عبد الله، انا على كلمه ال 20,000 انا دائما حتى انا اقول العدد اللي جاي مش 20,000 متطوع، قطر كلها متطوعين. صحيح، السلام. انا دائما اقول هذه الجمله لان كل واحد في مكانه متطوع. نعم. كل واحد في مكانه مسهم في انجاح هذه البطوله، من استقبال الشخص من الدوله اللي مسافر فيها الضيف اللي جاي بيكون جاي على الخطوط القطريه، فهذه بدايه التطوع في الاسهام في انجاح البطوله. فانا ما اقول 20,000، انا اقول قطر كلها متطوعين، قطر كلها مساهمة في إنجاح البطولة. قطر الخيرية الفترة الماضية كانت صراحة وما زالت وداعمة للأفكار الجميلة اللي تسهم في إنجاح البطولة، ويدها مفتوحة في الأفكار هذه.
ودائما احنا نقول اي انسان او اي جهه او اي منظمه موجوده عندها من الافكار الجميله اللي تسهم في دعم البطوله وانجاحها احنا موجودين يعني ابوابنا مفتوحه. الهمتني كلمتك اخوي صلاح، قطر كلها متطوعه، وهذا هذا التعبير اختصر العديد من الكلام. لكن اليوم ولعلني اختم في هذا المحور، ايش اللي يخلي اليوم شخص عنده وظيفته عنده بيته وعنده عياله يذهب الى العمل التطوعي؟ وهذا اللي نشوفه امانه معاكم في قطر الخيريه من خلال الرحلات الاغاثيه ومن خلال المشاريع اللي تقام داخل وخارج الدوله. في عدد كبير من الشباب والخوات ايضا متطوعين معاكم بجهودهم بوقتهم بخبراتهم من اجل انجاح هذه البرامج الاغاثيه او حتى البرامج الانسانيه. فيك شغله دائما انا اقولها ويمكن انتم حتى تصلحون لي اياها. احدى الدول العالم في احدى البطولات كانوا يعلمون الشعب كيف يبتسم في استقبالهم للضيوف، هذه كانت موجوده وحاضره. نعم. طيب في ديننا موجود الابتسامه في وجه اخيك صدق. نعم. فانت العمل التطوعي حتى مذكور في القران ومن تطوع خيرا. فالعمل التطوعي لما يكون من الخاطر ويكون من القلب مختلف تماما. دائما فما بالك انت موجود في بلد، ليش ما نقول شكرا قطر؟ معلش في رد جميل موجود عند كل واحد فينا، خلينا نكون صراحه يعني. الدولة ما قصرت في أمور كثيرة عندنا، أمن وأمان و إلى آخره. يعني يمكن أنا يخوني التعبير في أن أنا أذكر كمية الشكر اللي الدولة قدمته لي، لكن كيف أنا أعبر عن هذا الشكر للدولة؟ لذلك أنا قلت قطر كلها متطوعين، فلا أحد يخسر في أنه يشارك في هذه البطولة. كل واحد فينا لازم يساهم ولا تضيع على نفسك. صحيح. الفرصة. صحيح. شارك مع أي جهة تطوعية، سواء كانت قطر الخيرية، سواء كان لجنة الإرث، الفيفا، لازم نكون كلنا مساهمين في هذه البطولة. نعم، الله يعطيك العافية طبعا سيد صلاح محمد المحمود، وأنت عضو لجنة استقطاب متطوعين في قطر الخيرية، وبإذن الله يعني مثل ما قلت قطر كلها راح تكون متطوعة في هذا الحدث الكبير جدا. سلمان شكرا لك صلاح. مشاهدي الكرام، وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم من حياتنا. أكيد الموعد يتجدد غدا الخميس في تمام السابعة على شاشة تلفزيون قطر. لذلك الحين نقول لكم مع السلامة. مع السلامة.